ناتالي، نعم أمي. اليوم بدي حزرك حزيرة، بدي أوكي حزرك. انتي بتعرفي شي بالأعلام العربية، بلاد العربية؟ شوي بتعرفي شوي، يمكن بتعرفي علم سوريا لأنك انتي سورية، إيه. بس ناتالي ما بتعرف أبدا بالأعلام العربية لأنه ما درست بولا بلد عربي. خلاص أوكي ماما، بس انتي بتحكي عربي منيح وانتي إيه. عربية ونحن فخورين أنك انتي عربية سورية. إيه. أوكي، اليوم العلم يلي بدي أعملك ياه مكون من لونين، إيه. اللي هو اللون الأحمر الغامق ولون الأبيض. إيه. يا حزرك، شو هو العلم؟ شو اسمه؟ إيجيبت؟ إيجيبت مصر؟ لا يا ماما، مو مصر، هاتي بلد تاني. لعبوا بالورلد كاب صفر؟ لعبوا أي لعبوا ب ب بكأس العالم. أوكي، لازم تكون قطر. لازم تكون قطر. إيه. طب شو رأيك إذا قلت لك هي البلد يلي استضافت كأس العالم بالمونديال وكل العالم راحوا عليها؟ ما بعرف، هي قطر. هي قطر، صحيح. طب شلون بتقولي قطر بالعربي بالانجليزي؟ قطر. قطر. تمنيتي انك تروحي معه؟ تمنيتي تروحي على قطر وتشوفي كأس العالم؟ لا ما تمنيتي؟ لا. بدك صراحة، انا تمنيت روح، انا بحب شجع اسبانيا، تمنيت روح شوف الاسبان وهن عم يلعبوا. انا كان بدي اشوف انجلند. بدك تشوفي انجلترا؟ بس ما حدا بيستاهل الفرجه على المونديال غير السعوديه. شو رايك المره الجايه نعمل علم السعوديه؟ ايه اوكي، بس بدك الصراحه كثير عم ياخذ مني وقت وعم لاقيه صعب لما عم بكون عم ساوي ليكي كيف. بس هذا طلع ظابط معي. شو رايك؟ وهي علم قطر. مين بده ياكل اليوم من علم قطر؟ انا. ناتالي. وانا علي كمان عم يستنى دوره. حبيبتي طاير عقله بالالوان. ماما شو هي الالوان اللي عم تعملي لي اياها؟ والله طيبه. يلا شوفونا بالفيديو الجاي وبعلم جديد وبلد جديد وايس كريم جديد. باي باي.